هنكمل معاكم، يعني يمكن هنروح بقى للجزء فقرة خاصة عن ذكرى 40 شهدائنا، شهداء القلمون زي ما أطلقوا عليهم بالنسبة لمنطقة جبل القلمون اللي هو في دير الأنبا صمويل المعترف، أو شهداء طريق الدير. والحقيقة هنحاول برضو نفكر حضراتكم بأن هم كانوا أكتر من مجموعة، كان في من مجموعة من بني مزار، كان في من نزلة حنة في الفشن، كان في من دير الجرنوس، كان في من ابو قرقاص، ثلاث شهداء. فالحقيقه بنشكر يعني بجد فعلا مجهود كويس اللي عملوه بجد فعلا يعني السي تي في بالنسبه ليه، انه الكنيسه طبعا مع ذكرى الـ40 لشهدائنا شهداء دير الانبا صمويل المعترف، كان في القداسات المتنوعه اللي تم الاعلان عنها. بدات يوم الجمعه بكان قداس في الدير، دير الانبا صمويل المعترف ذكرى الـ40، وكانوا عاملين الصليب بالطوب وكانوا بيصلوا في الصحراء. كان في كمان قداس الـ40 اللي تم الاعلان عنه في ايضا مغاغه، مطرانيه مغاغه، كان يوم السبت. وكان في برضو بعد كده تاني يوم في دير الجرنوس يوم الحد، وكان برضو يوم الحد برضو كان في كنيسة الشهيد بدير القديس الأنبا صمويل المعترف برضو تاني، كان في قداس تاني يوم الحد، يعني كان الجمعة والحد في الدير. وكان برضو الأنبا القداس صلى نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير، شاركوا أصحاب النيافة الأنبا صمويل أسقف تموة والأنبا كراس الأسقف العام لإبرشية المحلة الكبرى، شارك عدد من الآباء الكهنة الأنبا بوفنوتيوس مطران صملوط والأنبا استفانوس أسقف بيبا والفاشن والأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسة. وعقب القداس توجه نيافة الأنبا باسيليوس إلى مكان الحادث برفقة أسر الشهداء، وقاموا بعمل وقفة صلاة. دي يمكن صورها انتشرت كتير، واللي هي كان من ضمنها صورة الصليب اللي هي في مكان اللي كان فيه الحادث. وبعد كده زي ما قلت لكم كان يوم ده يوم الجمعة. يوم السبت كان في كنيسة الشهيد مارجرجس بالمطرانية في مغاغة لثلاث شهداء اللي هم الاثنين الإخوات وأيضا شهيد آخر. وكان في كمان برضو يوم المفروض إنه صلوات الـ40 كلها تنتهي يوم الثلاثاء. النهاردة كان كنيسة مارجرجس بقرية نزلة حنة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف. هنعرض على حضراتكم بأنه فعلا يعني زي ما بنقول إنه الشهداء كانوا، هنبتدي بشهداء إبرشية بيبا والفشن، وعندنا بيبا والفشن، عندنا بني مزار، عندنا مغاغة، عندنا المنيا اللي هي أبو قرقاص المنيا. فشهداء إبرشية بيبا والفشن. والفشن سبعة شهداء، تسعة مصابين. الشهيد محسن فهمي مرقص، الشهيد سامح محسن فهمي، الشهيد هاني محسن فهمي، الشهيدة مارفي هاني محسن، الشهيد هاني عادل رزق، الشهيد بشوي إبراهيم، الشهيد بشوي عياد. الطريق اللي حصل فيه الحادث هو طريق دير الأنبا صموئيل، وبرشية بيبا والفشن وسموسطة بكل فخر قدمت للكنيسة سبع شهداء في طريق الدير. وقال أحد الآباء القديسين أن دماء الشهداء هي بزار الكنيسة، فاحنا بنفتخر ان احنا قدمنا سبع بذار في شجرة الكنيسة اللي ليها جذور اكثر من 21 قرن. فلما حصل الضرب احنا كنا شادين الستاير. طبعا في تخلل الفيلم اعترافات للمعترفين او شهادات المعترفين ايضا اللي كانوا موجودين في الاتوبيس، وزي ما حضراتكم عارفين وبفكركم ان هم كانوا قرايب، يعني اللي هم من نزلة حنة في الفشن كان قرايب لبني مزار. وهنشوف معاكم مين هم شهداء إبرشية بني مزار. شيد بني مزار ثمانية شهداء،
5 مصابين. الشهيد صموئيل غطاس غبريال. الشهيد مينا صموئيل غطاس. الشهيدة ماروسكا مينا صموئيل. الشهيد سامح إسرائيل صالح. الشهيدة عواطف أنور حنة. الشهيد صابر سوريال ميخائيل. الشهيد رضا فاروق عزيز. الشهيدة هبة عادل سوريان. نحن بالنسبة لهذه الإبراشية استشهد 8 أشخاص واعتبروا معترفين أكثر من 11 فرد من هذه الإبراشية. أشكر ربنا إن إحنا خدنا بركة وأصبح لينا في السماء شفعاء عشان يصلوا من أجلنا في أعلى درجة في السماء وهي درجة الاستشهاد من أجل المسيح. واللي سمعته من المعترفين يعني يجعل الإنسان لا يمكن أن ينكر الفادي الحبيب الأزلي الأبدي الحي إلى الأبد الجالس في يمين أبي في السماوات. كان الناس كانت دي كانوا يهدوا وبعد كده يضربوا تاني، يعني يهدوا بعد كده حد يعني احنا نجعلهم ان هم مش واحد يقف يضربوه لحد جعلونا ان احنا متنا كلنا. احنا ماشيين رايحين لمبا صموئيل، جم من الفشن علينا على بينا مزار، ركبنا انا وسامح اخر ناس كانت هبه راكبه واخواتي وماما كنا كلهم راكبين، ركبنا من على موقف صندفه. كنا ماشيين عادي وطبيعي وتمام، بعد ما عدينا اليافطه بتاع الانبا صموئيل ودخلنا على ناحيه المدق كده طبيعي، الاول وقفوا العجل بتاع الاتوبيس وبعد كده ابتدوا يضربوا على الاتوبيس. سامح سلفه اختي جوزها، سلف اختي نزل من الاتوبيس واتقفل الباب، اتسنكر بقى علينا ما اتفتحش تاني. فقال لهم انتوا عايزين ايه؟ فقالوا له قول الشهاده، فرفض ان هو يقول الشهاده. اول واحد ده اتضرب واترمى في الارض، بعد كده قالوا للرجاله كلها اللي معانا كلهم ما قالوش، وقالوا لنا قبل ما يضربوا قولوا الشهاده، احنا قلنا لهم لا. طبعا نفضل طول عمرنا مسيحيين وهنموت على صليبنا. بعد كده فضلوا يضربوا بالنار، بعد كده هنا الرجالة كلهم ماتوا ما عدا السواق. بعد كده عليت النسوان ماتوا، بعد كده فضلوا شوية لحد ما مشوا. احنا قعدنا شوية في الاتوبيس لحد ما عدت عربيتين تلاتة، قلنا لهم واتصلوا بالبوليس واتصلوا بالاسعاف واتصلوا بالحاجات دي. بعد كده جه الاسعاف وجه عربيات، ثلاث عربيات وجه البوكسين بوليس. بعد كده الاسعاف خدونا على المستشفى، بعد كده نقلونا بعد كده انا واخويا فادي اتنقلنا المستشفى للكنيسه المطرانيه. بعد كده فضل خلونا قاعدين شويه عندهم، بعد كده خدونا وصلنا تانية، بعد كده جدي خدنا. اليوم ده هي وهو اتصلوا عليا 4 5 6 مرات وهي تقول لي يا امي خلي بالك من ولادي، ورضا يقول لي يا امي خلي بالك من العيال. انا قلت له مالك يا ابني، هو في ايه يعني؟ هي اول مره تسيب ولادك معايا؟ قال لي مش عارف يا امي، على العموم هتيجي امتى؟ قلت له يمكن نيجي بكره. قلت روحوا تيجوا بالسلام، مع السلامه يا امي. بس قلت له الله يسلمك يا ابني، بس انا مش عارف، انا بقول اول مره يقول لي الكلام ده. وهي الصبح رنت عليا قبل ما تركب الاتوبيس
قالت لي يمي احنا هنمشي وهسيب لك المفتاح مع جاره من الجيران، واول ما تيجي يبقى المفتاح معايا. قلت لها ماشي. جيت بقى من العدل الساعه 10 الصبح او 11، واحده من الجيران ندمت لي بتقول لي تعالي ده باين هو ابنك فين؟ قلت لها ابني راح ادير الانبصمي. جت لي طب الاتوبيس عمل حادث. الموضوع صعب، هو كل الناس اللي حوالينا دلوقتي عشان لسه الحدث جديد، بس بعد كده اربع اولاد صغيرين وانا مش عارفه، انا انسانه غلبانه وضعيفه وقلت الحيله. كل الناس متاثره واقفه جنبنا دلوقتي، بس بعد كده بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثه انا هعمل ايه بولادي؟ وكل الستات اللي اترملت زيي ومعها اطفال تعمل ايه؟ بنات وعيال. طبعا شهادات مؤثره جدا، ويعني كلنا مش ناسيين الحادث اعتقد، يعني هم 40 يوم مروا بسرعه والواحد فاكر كل حاجه من هذا الحادث اللي كان صعب جدا. يعني ايضا ايبارشيه مغاغه قدمت ثلاث شهداء، وزي ما قلنا ده طريق الدير، طريق زي ما حتى ابتدوا هم في التعريف لطريق الدير، الطريق اللي هو حتى لو الدير في مكان معين لكن بيجيله ناس من اماكن مختلفه، عشان كده لقينا انه في اكتر من قصه في مع هؤلاء الشهداء، شهداء دير الأنبا صمويل، طب طريق دير الأنبا صمويل المعترف. شهداء إبرشية مغاغة والعدوى. عشرة شهداء لا يوجد مصابون. الشهيد عايد حبيب توادرس، الشهيد عيد إسحاق منقريوس، الشهيد كرم عاطف إبراهيم، الشهيد لمعي إسحاق توادرس، الشهيد وهيب إدوار فانوس، الشهيد إسحاق شلبي جرجس، الشهيد ناصف ممدوح عيد فوزي، الشهيد جرجس محروس جرجس، الشهيد كيرلوس محروس جرجس، الشهيد مجدي إدوارد نجيب. أولادنا اللي بتوع مغاغة كان فيهم سبع عمال رايحين بيشتغلوا في الدير بقالهم فترة، دول من قرية دير الجانوس مركز مغاغة، وعندنا ثلاثة اللي كملوا العشرة اللي من مغاغة، اتنين اخوة بالجسد جرجس وكيرلس، جرجس هو الاكبر وكيرلس هو الاصغر، من قرية الشيخ زياد مغاغة، لكن والدهم من سنتين نقل من القرية ساكن في مدينة مغاغة. مجدي المرحوم مجدي أدوار ده من مدينة مغاغة. السبعة كانوا راكبين عربيتهم من القرية ورايحين، وكان أحدهم السائق اللي هو شهيد أحد السبعة شهداء، كان عنده ابن اسمه ماركو في إعدادية، يمكن خدت له تسجيل أو ما خدتوش، وابن آخر اسمه مينا مخلص خمسة ابتدائي. جرجس ده ابن الكبير واخد بكروس تجارة سنة 2013 دفعة 2013، وقضى الجيش وكان خاطب هذه سنة، وبنجهز له في شقة كان اتجوز في شهر 10 الجاي. وكورولز دي كان في الثانوية العامة، كان قاسم واخد السنة اللي فاتت أربع مواد جايب فيهم 99%، والسنة دي كان عنده ثلاث مواد، وفاجأنا في لحظة كده شهر مرمي كتبه ومش راضي يذاكر، وعم يفتح الكتاب المقدس ويقرا في الكتاب المقدس. حبينا نقنعه واقرا اصحى قبل المذاكرة واصحى بعد المذاكرة، كان رافض، كان معد نفسه. وسمعنا عنهم كتير انهم كانوا يصدروا للرصاص ويقولوهم انهم يشدوا الناس. طبعا
كمان ثلاث شهداء اللي هم من مغاغة نفسها، والسبعة اللي كانوا من دير الجرنوز زي ما يافت الأنبا غاصن حكى عنهم. كمان عندنا اللي هم ثلاث شهداء، شهداء أبو قرقاس، ويمكن برضو دول كانوا بقية المجموعة، فبالتالي عشان كده شفنا قداسات في أماكن مختلفة، لأنه عندنا أهو نزلة حنة، عندنا بني مزار، عندنا مغاغة، عندنا دير الجرنوس، وكمان أبو قرقاس المنيا. فراق صعب عشان وعشان عشان هو انا اولاده وابنه، من اولاده من ساعتها متأثرين ومنكدين على طول، مش عايزين يقعدوا في البيت. القصة الرابعة، شهداء باشية المنيا وأبو قرقاص. ثلاثة شهداء لا يوجد مصابون. الشهيد عاطف منير زكي، الشهيد أمير يوسف إسحاق، الشهيد مراد حشمة عزيز. أما الشهداء الثلاثة اللي يتبعوا منطقة الأبرشية هنا وبالتحديد مركز أبو القاص، فهم ثلاثة وكانوا بيستقلوا عربية دبل كابينة ورايحين الدير، كانوا متعودين يروحوا كل أسبوع، رايحين بياخدوا بركة، بيشتغلوا هناك، متعودين على كده. الشهيد عاطف والشهيد أمير والشهيد مراد، وبحب وبفرح وزي ما قال قداسة البابا أكيد صايمين لأنهم رايحين يحضروا قداس، وواحد منهم ربما يكون فني بيصلح معدات هناك، واحد مقاول والمعلم عاطف، والأخ مراد ده كان بيسوق ليهم. و الشهيد عاطف ده عنده قلاية ربما تكونوا شفتوها، قلاية أنا دخلتها زي قلاية راهب بيتعبد فيها، كل يوم بيدخل فيها يصلي ويعمل مطانيات ويقضي فترات خلوة، رغم أنه متزوج وعنده أولاد وأولاده كبار، لكن البعد ده واضح جدا في حياته، وكان تقي جدا ومحب جدا للكنيسة ومحب للناس المسلمين والمسيحيين. والاتنين اللي معاه برضه ناس طيبين وناس سيرتهم حلوة وناس مسالمين، وكون انهم انهوا حياتهم بالطريقة دي فخر ليهم. اليوم ده وانا نازلة على الكنيسة الصبح بابا كان نزل، وانا مروحه من الكنيسه على الساعه 12 انا عرفت ان في حادث في دير انبا صموئيل، فروحت البيت بفتح الفيس، ماما بتقول لي ده في كذا كذا، فقلت لها ما انا عرفت، فبفتح الفيس بشوف الاخبار، فعرفت يعني شفت مواصفات العربيه بتاعتنا، فرحت رنيت على اللي هي اللي منزله الخبر ده، يعني قلت لي لا يا حبيبتي ما تخافيش، دول عمال من الدر، ما تخافيش اكيد مش بابا بس. فبدات الناس تدخل البيت عندنا هيصوتوا وكده، فانا كنت رافضه ده لان احنا انا لسه يعني ما سمعتش، بدات انا اللي هو طب يعني لو من المصابين ماشي، بدات اكلم الاباء عشان اعرف ايه تفاصيل الخبر او تفاصيل الحادث، لان انا مش عارفه ايه اللي حصل بالظبط. فاللي عرفته بعدين يعني ان هم كانوا عارفين، بس كان صعب عليهم ان هم يوصلوا لي يعني الخبر دوت. يوم الحادثه هو جه الصبح، اللي جيته لابس كعادته ان هو كان بينزل مع المعلم عاطف من 6 الصبح، فانا بقول له انا ما اعرفش حتى هو رايح مع مين، فانا بقول له، هو بيقول لي انا رايح الدير عايزه حاجه، فبقول له دير ايه، فهو ما ردش علي، هو بس عمال يضحك لي بيقول لي طب تيجي تروح معانا الدير، فبقول له لا يا عم انا مش رايحه الدير، روحي انت انا عندي غسيل النهارده وتنظيف، فهو من على الباب، فبيقول لي طب باي. انا عقبال ما نزلت عشان اقفل وراه ما لقيتوش راح فين ما اعرفش، الساعة 9 بالظبط برن عليه عطاني جرس وما ردش، لحد يمكن لحد الظهر كده مع الساعة 12 12 ونص، جانا غفير البيت
اما يقول لنا بيت مراد دوا، قلنا له بيت مراد. قال لي انا عاوز معلومه ليه ولا عاوز حاجه تثبته. طبعا صدمنا، طلعنا عليه قلنا حاجه تثبت يعني في حاجه؟ قال لي يمكن هو ما فيش حاجه، هو في حادثه. طبعا ما قلت حادثته مش عارف كلام، يبقى قال لي هو ما نعرفش. يبقى واحده جارتنا ما تقول انت ما سمعتش على التلفزيون اللي حصل، قلنا احنا ما سمعناش على التلفزيون اللي حصل. قلت له على جماعه ضربوهم بس ما نعرفش. قلت يبقى خلاص. يبقى قال لي هو فاز الغفير ده، قال لي هو سايق مع المعلم عاطف. قلت يا سايق مع المعلم عاطف ركب عربيه ازاي؟ قلت ركب عربيه بدات من كابينه ما يجيبها هن بيتها ويطلع بها في الصبح. يبقى خد قال خلاص يبقى هي المعلومه اللي فيه. يبقى انا طبعا ضربت على قلبه ودورت الزعاق وبتاع. اخوه يبقى كان واحد طبعا دري، خد العربيه ومشى راحوا لي. بدنا نصبر روحنا نقول ده خلاص ده عايش، ده ما فيش حاجه، ده عايش ما فيش حاجه. لحد ما جانا الخبر الساعه 3 في العصر. طبعا عياله خدوا عياله طبعا راحوا. عفرت ان انا يعني الكلمات يعني أسر الشهداء زي ما شايفين يعني قد إيه ناس بسيطة جدا يعني، وزي ما بنقول في أي حادث من هذه الحوادث يعني إنه الموضوع مش صدفة، موضوع ترتيب إلهي، ربنا سامح بده ومختار الناس اللي هم عايزهم يروحوا ويكونوا في حضنه في الوقت ده. بنكرر تعزينا لكل أسر الشهداء، ربنا يمد إيده لو لسه في حد من المصابين بيتعالج. و يعني احنا يعني زمان كنا زي ما بيتقال بنقرا السنكسار، ويمكن دي قالها قداسه البابا توادرس، ولكن دلوقتي احنا بنعيشه، بنعيش هذه القصص، بنعيش هذه اللحظات. واعتقد انه يعني الكنيسه ما زالت يعني قدمت شهداء كثيرين وما زالت تقدم شهداء، ومش متوقع ان يتوقف تقديم الشهداء، لان الكنيسه مبنيه على الشهداء. وفي العالم سيكون لكم ضيق، ودي معروفه يعني. بعض الأخبار بقى اللي هي يمكن ليها علاقة برضو بمستحقات هؤلاء الأسر، وبالنسبة احنا شفنا المصابين وكان في تعامل جيد جدا معهم طبعا الحمد لله. محافظ المنيا بيسلم شيكات التضامن الاجتماعي لأسر شهداء دير الأنبا صموئيل بمقر الدير، ودي برضو كانت يعني 100,000 جنيه لأسرة كل شهيد. المحافظ سلم 20 شيك من إجمالي 28 شيك مخصص لأسر الشهداء بإجمالي 2,000,000 جنيه، وهيكون وبيكون في استكمال حاليا لأوراق الخاصة بإعلام الوراثة الأسر الثمانية علشان يتم تقديمها، ومنهم سبعة شهداء من مركز الفاشن وشهيد واحد من مركز أبو رقاص. هم دول الثمانية اللي متبقين بالنسبة لـ100,000 جنيه المستحقات بالنسبة للصرف لأسر الشهداء. وكان حاضر تسليم الشيكات نيافة الأنبا باسيليوس رئيس دير الأنبا صمويل، والعقيد أكرم علي المستشار العسكري المحافظة، مصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات الكنيسة بالمنيا. أيضا في لفتة تجسد المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية، قرر مايكل عاطف منير ابن المعلم عاطف اللي كان مشهود عنه فعلا أنه الحقيقة كان بيساعد المسلم قبل المسيحي، وأنه كان محبوب جدا من كل أهل من كل الناس وجيرانه في أبو قرقاص، وكان معروف عنه بيعمل عمل خير. وشفنا اوضته قد ايه كانت اوضه يعني مليانه بصور القديسين والشهداء وكانها قلايه كده. فمايكل عاطف منير قرر ان هو يتبرع بشيك لاحد المساجد والكنائس بمبلغ 50,000 جنيه، والمساجد والمسجد ده احد مساجد بقريه صفت اللبن، و50,000 جنيه لكنيسه الملاك بالفكريه. يعني يمكن دي برضو كانت حاجه جميله منه، انه تقريبا يعني ال 100,000 اللي هياخدها من الدوله حب يعمل بيها برضو تبرع على اسم المرحوم او الشهيد عاطف منير. مدير امن المنيا كان اعلن انه تفعيل نقاط الفرز والبوابات الالكترونيه على الكنائس هتكون على بعد 20 متر، وطبعا بعد تكرار الحوادث اللي حصلت الفتره اللي فاتت، ولما كان حصل حادث ماري مرقص عند الكنيسة نفسها وعند البوابة كان برضو الكلام بيتقال لازم يفكروا في حاجة تانية. فده هيتم تطبيقه اهو في المنيا. اللواء ممدوح عبد المنصف مدير امن المنيا تفقد عدد من محطات الوقود والمواقف الرئيسية والمترنات والكنائس، وأعلن الحقيقة أن موضوع التأمين ده هيكون على بعد أنه البوابات الإلكترونية هتكون خارج المنشآت الكنسية المعدة للتفتيش هتكون على بعد حوالي 20 متر أو أكثر، ودي برضو من الحاجات المهمة جدا. يعني مش هننسى أبدا كل الحوادث اللي حصلت ولا كل المذابح ولا التفجيرات دي كلها، وزي ما بنقول
انه احنا بنعاصر فعلا الاسر، او بنعاصر زي ما بنقول السنكسار الحديث عايشينه وبنعاصره، وبنشوف قصص كتير جدا وكلها قصص معزيه، وبتاكد لنا انه كل حاجه ليها وقت، كل حاجه تحت يعني في الارض ليها وقت، وكل حاجه وكل واحد من دول كان وراه قصه جميله. يمكن طبعا احنا شفنا مجهودات، احنا بنشكر طبعا السي تي في على هذا المجهود الرائع، الميسات كانوا عاملين مع كل اسر الشهداء ومع المصابين زي ما شفنا في المستشفيات، وشفنا شهادات جميله، وشفنا يعني قد ايه سيدات حتى كانت بتقول لك بركه اللي هم على داعش، وان هي بتقول انه بيصلوا علشان خاطرهم، وان ربنا يعني يلمس قلوبهم ويتغيروا ويعني ويفهموا ان اللي بيعملوه ده مش هو ده الدين الصح، ولا هو ده الحاجه الصحيحه، ولا هو ده اللي بتسعد اللي بيسعد ربنا انك انت تقتل ابرياء. كل دي يمكن شفناها وشهدناها على مدى الفترات لما كنا بنعرض وقت الحادث، وزي ما بقول لكم يعني مجهود الحقيقه يشكروا عليه جدا. من المجهودات برضو كان في ترانيم، جات لنا ترنيمه من المنيا من مرنمه الحقيقه هي اسمها يوستينا بنت ابونا انجيلوس الانطوني، وهي بتحب ان هي يعني تعرف نفسها كده. ترنيمه اسمها صبرنا وعزينا، الترنيمه كلمات راني ثروت، لحن وتوزيع هندسه صوتيه ماركس حق، اعداد وانتاج نجيب ويليام، تصوير ومونتاج كمال ماهر، واخراج شنوده ماهر، وتحت رعايه كنيسه الشهيد العظيم ماري جرجس ببرمشه العدوه، والتصوير كان في كنيسه السيده العذراء والقديسين يواقيم وحنا بدرماويس. مجهود يعني زي ما انتم شايفين من التقدمه دي او مقدمة للترنيمة، انه مجهود كنسي جميل، يا رب كده يعني يعجبكم ان شاء الله. ويعني حابين هم كانوا حابين ان اول عرض للترنيمة يكون عندنا في البرنامج، بنشكرهم على هذا الاهداء وترنيمة صبرنا وعزينا. الى دير الانباء الصامتين، والدموع تمسح